ميديا لاين تقدم النجم أحمد عز في السندباد عماد السندباد عماد السندباد عماد السندباد عماد احكي يا سندباد قلنا عالأمجاد من أول بالقاس وفي كل البلاد احكي يا سندباد قلنا عالأمجاد من أول بالقاس وفي كل البلاد السندباد عماد بطولة زينة النجم صلاح عبد الله سامح حسين طلعت زين نادين سبع وأحمد خيري أمجاد إيه وبتاع إيه ومعايا معايا أميرة ورفعت بيه أمجاد إيه وبتاع إيه ومعايا معايا أميرة ورفعت بيه فئات وخط وغيرة وسرقة وقصة حب إنما إيه السندباد عماد تأليف محمود البزاوي ألحان وتوزيع نبيل علي ماهر أغاني رشا البنا السندباد عماد وما عدلكوش وما قولكوش هدخل بصدري وقت الوحوش اوعوا اوعوا يا جدع اوعوا محدش يحوش يا سندباد يا سندباد احكي يا سندباد احكي يا سندباد السندباد عماد اخراج حسين ابراهيم هاي عماد انا دلوقتي في بلقاس ماني عارف من بدري انك في بلقاس طب قولي بقى انت فين انا موجود بس يعني عندي كده كم مشوار وراجع على طول طب استناني انا جاي على طول ومين بقى اللي هيخرجك افندم قصدي لوحدك يعني هتيجي ازاي عاوزني اكون وصلت بالقاس ومعرفش اوصلك انا تقريبا وصلت وصلتي فين عند البيت عندك وانت لسه ما وصلتيش البيت ثواني وهكون قدامك ثواني وتكوني قدامي يعني ايه يا حاجه يما عاوز ايه يا حبيبي نينا كلمتني كلمتك ازاي كلمتني في الموبايل موبايل ايه اللي كلمتك فيه اذا كنت انا ما خليتهاش تاخده معاها المصحف يبقى هكلمك ازاي امال مين اللي كلمتني بقى ومين بقى اللي انت حبسها جوه في المصحف نينا اللي ما تتسماش نينا هاي يا طنط ثواني يا نينا وراجع لك ايه قله الذوق دي هتقفل الباب في وشي افتحي باب المسقط ياما اشوفك حبستي مين سندباد اميره انا متاسف يا انسه اميره واللي ما يعرفك يجهلك يا بنتي وانا ما اعرفكيش استني انت ياما معلش والنبي اعملي لنا حاجه نشربها انا مش عاوزه اشرب حاجه اعمل لك شويه حلبه مطحونه انا مش عاوز الحلبه المطحونه بتاعتكو دي انا ما كنتش متخيله ان انتوا بالاخلاق الوحشه قوي دي بتوع بالقاس اسمعيني بس يا اميره الله عاوز تقول ايه الاحداث دلوقتي خدت مسار تاني خالص ونقطه البدايه نقطه الانطلاق بقت من هنا من بالقاس انا بقى مش عاوزه اعرف لا نقطه الانطلاق ولا نقطه بالقاس انا عاوزه امشي من هنا وحالا ليه بس يا بنتي هي القعده هنا مش لده عليكي ولا ايه استني انت يا اما هتفهم لده دي منين مش سامعها بتقول عاوزه تمشي ما انت عاوزه تحبسيها في المسقط حيث الفراخ والكتاكيت وتبقى القعده لده عليها باي باي استني بس الله استني يا اميره بقول لك من فضلك ما تمسكش ايدي بامك المتوحشه دي وانا غلطانه ان انا اجيب برجلي لحد هنا اسمعي بس الكلام الله استني شويه وليك عليا اني هنزل معاكي مصر طب مش قاعده يا سندباد ولو قلت لك انك لازم تستني هقول لك ليه عشان الهانم هنا هانم غير مامتك يعني مين الهانم دي نينا احنا نقعد بقى نقضيها دهشه طول الوقت طب انا اعمل ايه دلوقتي مفيش قدامك لا مؤاخذه غير المسقط
ولا أقولك السلم ده هيطلعك لفوق السطح. استنيني فوق السطح لحد ما أشوف الهانم دي عاوزة إيه. عماد انا محتاجه لك قوي موت خالص. طب خدي بس نفسك الاول. خير في ايه؟ رفعت زين الدين علي مال اختفى. تاني؟ طب ما هو مختفي بقاله 21 سنه، ايه الجديد؟ انا اقصد رفعت التاني مش رفعت الاولاني، اقصد حامد النواساني. مين حامد النواساني؟ ما هو ده اسم رفعت زين الدين علي التاني. لا دي بقت لا لا. هتنزل تغطي حفل العرض الخاص بتاع فيلم قطط البحر. ما بلاش انا يا فضل بيه، ده مش بيبقى عرض خاص، ده بيبقى زي سوق السمك كده. وانا بصراحه يعني بعد العرض الخاص بتاع فيلم حب من طرف ثالث انتوا جبتوني من المستشفى. المستشفى دي عملت لنا مانشيت كبير والمجله باعت على حس وبيع ما حصلش قبل كده. طب ما المصورين كتير هنا يا فضل بيه. بقول لك ايه، انا عاوزك انت. شكلك كده عاوز تخلص مني. انا مش عارف انتوا شغالين في مجلة ولا شغالين في محل حلواني. هاتلي انت الصور وانا حضرت لك الموضوع بالمنشتات اللي هتنزل. حضرتك كتبت الموضوع والمنشتات كمان؟ الجمهور اسماك متوحشة تنهش في قطط البحر. ازاي يعني؟ انا عاوز صور تقول ازاي، ومحدش هيعرف يصور التلات موزز، اقصد التلات قطط زيك يا رضا. حاضر يا فضل بيه، بس انا يعني ليا طلب واحد. انا هعمل لك مكافأة خاصة. انا مكافئتي يا فضل بيه ان سندباد عماد يرجع المجلة تاني، ويبقى سلم لي عليه بقى لان احتمال ما يشوفنيش تاني. عماد تاني يرجع؟ ماشي يا سردة، يرجع عماد، بس بشرط يشتغل زي ما قوله. هيحصل. طب والصور؟ اعتبرها حضرتك اتصورت، واعتبرها كمان اتنشرت. وعشان اتأكد انه هيسمع كلامي انت تصور وهو يكتب الموضوع. هيكتبه حضرتك، هيكتبه. يكتبه بقانوني انا، مش بقانون دماغه الكونسبشن، دماغه اللي تودي. ها؟ الهبوط الى القمة، نظرية فضل زقزوق. ايه ده، هو انت بتقول حاجة؟ انا يعني بقول ان فضل زقزوق كان عنده حق. في ايه؟ عشان يعني تطلع لفوق لازم تنزل لتحت. والموضوع ده ايه علاقته بنينا؟ نينا مش سهلة وخبيثة، وعشان تفهميها لازم تفكري بدماغها، ولو عرفتي تفكري بدماغها تبقى انزلت لها تحت عشان تفهميها، ولو فهمتي تبقى نجحتي وطلعتي لفوق. بص انت ما تعرفنيش كويس، بس انا مخي على قد شويتين، انا مش فاهمة حاجة خالص من اللي بتقول. ماني بصراحة بقى مش فاهمك انت كمان. طب نينا لازم انزل لها تحت، وانت انزلك ولا اطلع لك لفوق؟ لا طبعا انا يعني تطلع على طول، مفهومة؟ ما افتكرش. طب بصي الفكره اللي جايه دي، ما تيجي نجرب انت اللي تنزلي لي ونطلع سوا لفوق. يا حبيبي انا قلت لك ان انا مخي على قدي، بلاش الغاز. ما هي دي مشكلتي. اللي هي ايه بقى مشكلتك؟ انا نفسي اعرف افكر زي الناس، كل الناس، ما يبقاش كلامي بالنسبه لهم الغاز. عارفه نفسي في ايه يا اميره؟ ايه؟ ابقى تافه. زي؟ لا انت بتضحك على ايه؟ لا اكتر طبعا. انا عمري ما شفت واحد نفسه يبقى تافه. انا عاوز ابقى تافه زي فضل ورضا. طب والتفاهه دي بقى هنجيبها لك منين؟ دي بتتولد بيها يا حبيبي، انت مش فاهم. والله عندك حق، تصدقي حتى التفاهه صعبه. خمسة مليون جنيه يا شوقي، لو نجحنا في إقناعها ببيع المؤسسة اللي بقت من غير صاحب دي. أنا مش خاين للعيش والملح عنينا. يا حبيبي خيانة، ما احنا كلنا خونة يا روح قلبي، بس الفرق دايما بيكون تمن الخيانة، وانت واضح ان التمن مش عاجبك. يعني انت عارفة انها خيانة؟ شور. وانا على الاساس ده ما اقدرش اخون راجل ادانا درس في الامانة، وقعد 20 سنة شايل الامانة دي على كتافه، وفي اليوم المعلوم رد الامانة لصاحبة الحق. لا 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 لا، ما كنتش عارفة انك راجل طيب يا عم شوقي، ولسه بتفكر زي الفقرة. فقرة؟ وهم الفقرة بس اللي بيعرفوا في الامانة يا نينا؟ لان مفيش تمن معروض عليهم، عشان كده بيبقوا امنا بالامر، انما لو اي واحد منهم اتعرض عليه التمن هيخون. انت شطانة. 10 مليون، ها؟ قلت ايه؟ 10 مليون
أفكر. لا 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 لا، وانت فاكرني حستناك لما تفكر؟ أفتكر إن ده حقي. هتفكر في إيه؟ ما هي الحكاية واضحة زي الشمس. عروض بيع المؤسسة اللي بتجيلك واللي انت مسؤول عنها، هتوافق على واحدة منها والكوميشن بتاعتك، يعني 10 مليون جنيه. لا فيها خيانة ولا اختلاس ولا فلسفة. ها فكرت؟ عاوز تبيع لمين هنا؟ قبل ما نبتدي الشغل لازم تاخد جزء من المبلغ، دول 5 مليون وكاش. افتح الشنطة كده واتفرج عليهم. مش احنا اتفقنا على 10 مليون؟ وانا خليتهم 15 مليون، 5 دلوقتي و10 يوم ما نبيع. ها ايه رأيك؟ موافق. أنا موافق. يا ريتك تنزل قلقاس كل يوم يا سندباد. يا واد ما تخلينيش أصفخ بالقلقاس. أنا آسف. اشمعنى؟ اللي يشوفك كده ويسمعك قبل بالقلقاس ما يشوفكش بعدها. واضح إن القعدة فوق سطح داركم المرة دي نورتك قوي وجابت نتيجة يوه. كمان. ما خلاص بقى، قلت لك موافق، وإحنا نقعد نحكي في المحكي. يعني هتنزل معايا؟ أنا نزلت خلاص. محاولة اغتيال قطط البحر بين قوسين مزاز البحر في العرض الخاص في المهم الأول. هايل هايل يا سندباد. لا استنى، لا ده منشط والله جميل. يعني أنا عايز حضرتك تقرأ بقى التفاصيل وانت هتتكيف قوي. تفاصيل ايه يا سندباد؟ ما الموضوع باين من عنوانه. عبقري عبقري. طب أقرأ لك أنا جزء من التفاصيل. اتفضل. اقرأ لي بصوتك الحلو ده يا سندباد. اسمع يا سيدي، أمام السينما آلاف من الصيادين الشباب يقفون عيونهم معلقة في انتظار وصول سيارة قطط البحر. سارة، وصلت السيارة وحول الشارع إلى موجات هادرة من البشر، مزيد من الإثارة، واختفت السيارة وسط الأمواج. وبعد لحظات شوهدت السيارة ترتفع فوق أمواج البشر. ذروة الإثارة كده، ذروة تعثروا الحمام. فقد رفعها الصيادين الشباب لأعلى وفتحوا الأبواب واختطفوا القطط الثلاثة بين قوسين، المزز الثلاثة عشان برضو اللي عايز يقرأ دي ويقرأ دي، وحملوهم على الأيدي. أيوة. وأصبحت المزز الثلاثة فوق الموج يتقلبون يتراقصون يتمايلون. يا عيني. وكل ده في الهواء. وفجأة اختفت أجسامهم وسط الأمواج والزحام. هعمل كت هنا واكتب نستكمل الاسبوع القادم. حلو قوي، نستكمل الاسبوع القادم. بارك انت القراء، اقعدوا اسبوع بحالهم بالذات. الله يخليك سندباد. سندباد هي دي المواضيع، مواضيع الساعة يا عبقري، دي المواضيع البياعة. يا نبغة زمانك، يا فلتة من فلتات جيلك. يعني مبسوط مني اني عملت كل اللي حضرتك عاوزه؟ ودي فيها كلام. طب يعني انا ممكن اطلب منك طلب؟ واديني حكيت لكم، بكره اقول لكم على قصه جديده يوماتي، من شغلي ومن رحلاتي هكتب في كل مجله، وبكره تشوفوا كتاباتي. شارك بالتمثيل محمد فريد، صلاح عفيفي، متولي علوان، عزة برشون، طارق عصام، أحمد حسن، منى أبو الفتوح، محمود جليفون، طارق دياب، وسهى حزين. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية مدحت عبد العظيم ومهاب مروان. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. المنتج الفني رايت ماركتينج. إنتاج ميديا لاين. السندباد عماد، تأليف محمود البزاوي، المخرج المساعد شيرين إبراهيم، إخراج حسين إبراهيم.